السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله. وريتكم طريقه قياسات الجلابات اللي تنديرهم فوق تريكو باساب. الان ان شاء الله غادي نوريكم طريقه قياسات الكولونات اللي ممكن نشير ليه ان هذه القياسات هذه شخصيه، يعني انا اللي جمعتها فسميتو في مده طويله ديال الخدمه ديالي، يعني كل موديل تنديرو الا وانني تندونو وتنحتفظ به. والان تنشارككم بهذا التجارب ان شاء الله اللي كانت تجارب معتمده وتجارب ناجحه وناجحه جدا. ونبداو على بركه الله. نبداو سنه لسنتين، سروال جوج طراف بهذا الشكل هذا، لان هذا غنتنيوه ونخدمه، يعني في اثنان قطعتان. تنبداو من 30 ل 30 الحاشيه او ليكوط ديالنا، اما نديروها صغيره او كبيره. انا تنفضل بحال الكولون اللي فايت درت لكم الرابطه، نحطو لكم ان شاء الله في الاسفل، تيجي رائع ورائع جدا. نديرو 50 سطر او اقل، عندكم اختيارات كاملة برقم 4 من 2 ل 2 بليكوط 2 2. ثم نقلبو الزوقة اللي حنا باغينها ونبداو نزيدو واحد كل 10 اسطر حتى نوصلو ل 164 سطر، ونقصو هنا ناقص 5، ومن هنا ناقص 5، يعني نزولو هاد العيون هادو نطيحوهم، ناقص 5 من هنا وناقص 5 من هنا من الجهتين، ونطلع 130 سطر ونقطع. دائما الى درنا مثلا زواقة فهنا تنساليو بان ان باش يجينا المطاط او الالاستيك بشكل مزيان. هذه هو طاي من سنه لسنتين. الان ان شاء الله غادي نعطيكم طاي وحده اخرى. الان طاي 6 سنوات، لان سنتين واربع سنوات قرب بزاف بعضياتهم، يعني اختلاف ديال واحد او اثنان سنتيم، بعض الغراز ديال 10 ديال الغراز ما كاينش فرق بيناتهم كبير. الان 6 سنوات، نبداو دائما الحاشيه او ليكوط كيف وريتكم من 30 ل 30، ممكن تضيقوا ممكن توسعوا، عندكم كامل الاختيار. نديرو هنا 40 سطر او اقل، ثم نقلبوا الزوقه او السامبل حسب اللي بغيتو نتوما، كل 6 زائد 1 حتى الوصول ل 230. نقصوا من هنا ناقص 6 ومن هنا ناقص 6، ونطلعوا 130 سطر، ونديروا حوالي 10 اسطر بان ان باش يكون كيف قلت لكم لاستيك مزيان. هاد الجلابة هادي 8 سنوات 9 سنوات، غادي نعطيها لكم كيف قلت لكم، ممكن توسعوا الاسفل ممكن تعرضوه باش تشوفوا الطريقة، حتى هي نفس الشكل. هنا ليكوط فاحنا غادي نديرو من 22 ل 22 عوض ما نديرو من 30 ل 30، هنا غادي يجي ضيق، غادي نديرو 70 سطر، يعني ليكوط غادي يجيو كبار. عادي تبدلو الزواقة تجي رائعة ورائعة جدا. برقم 4 دائما ليكوط 3.5 او 4 دائما بواحد واحد، وعندكم الاختيار انكم تقلبوا ليكوط. نقلبوا السامبل او الزواقة، انا تنقلب الزواقة ديال الشهدة كل 6 زائد 1 حتى برقم 5.5 حتى الوصول ل 232 سطر.
تنقص ناقص 5 من هنا وناقص 5 من هنا، نديرو من هنايا 130 سطر، هنا 10 ديال الاسطر ب ان ان ونقطعو. رائع جدا هذا الكولون هذا حتى هو. وبالنسبه للوليدات اللي شويه كبار، يعني البنيات اللي كبار واحد شويه، فهو تيجيهم هذا الكولون افضل من الاخر مع الجلابه. هنا غادي نعطيكم كولون 4 سنوات، وهذا الكولون هذا غادي نعطيه لكم شكل اخر، يعني انه غادي يكون واسع بهذا الشكل هذا، من هنا لي كود جوج جوج، من 30 ل 30، 50 سطر برقم 4. نحاول نحط لكم ندرج لكم صور، غادي يكون يعني لي كوت كبار. ثم نقلبوا للزواقه ديالنا نديروا 160 سطر، بحيث ان كل 8 اسطر زائد واحد حتى الوصول ناقص 5 ناقص 5. والله يجازيكم بخير، ضروري ضروري انكم تكونوا شادين السنتيم ديالكم، يعني تعبروا من هنا لهنا شحال عند البنيته، يعني من الاسفل لا فورش او القعده تعبروا شحال كاين، وانتم خدامين وانتم تتعبروا بالسنتيم ديالكم. تتبقى هاد التجارب فرديه، يعني الاشخاص اللي انا خدمت لهم، ماشي عامه. كاين الاختلافات في الطول بين الوليدات، باش تجيبوها مضبوطه ضروري ان السنتيم يكون ملازمكم، وهذا الاتجاه هذا ايضا السنتيم يكون ملازمكم، حيت كل بنيته الطاي ديالها هنا والفورمه ديالها كي دايره، كاينه اللي غليظه وكاينه اللي رقيقه، كاين اختلافات في الطاي. ثم هنايا 10 اسطر كالعاده بان ان، حتى هذه رائعه جدا، هذا الكولون هذا رائع جدا جدا جدا، طبقته مرارا. يعني كاين الكولون هنا اللي لاصق، وكاين الكولون اللي واسع شيئا ما، وتعطيو فورمه رائعه، ما تيبانوش لا لاصقين لا والو، تعطيو فورمه رائعه. جلابه من 10 سنوات ل 12 سنه. بالنسبه للكولون كالعاده بالنسبة للسروال أو الكولون 10 إلى 12 سنة، فغادي نبداو إن شاء الله من 45 ممكن ديروه أضيق كيف وريتكم، 3.5 أو برقم 34 سطر. ثم غادي ديروا كل 12 زائد 1، ما معنى كل 12 زائد 1، يعني كل 12 الغون زائد 1 حتى توصلوا ل 300 سطر او غون، اي ما يعادل 70 سنتيم، وتنقصوا من هنا 10 ومن هنا 10. في حالة إلا كانت البنيته غليظة فتنقصوا فقط 8 أو أقل، حسب هنا تتلعبوا حسب الحجم اللي شفتوه قدامكم. ثم غادي يطلعوا إن شاء الله 130 سطر أو غون، وديروا هنا 10 بأن أن لاستيك وتقطعوا. هذه قابلة للتغيير من طبيعة الحال، حسب هذا الجزء هذا واش غليظ ولا رقيق، ممكن ديروا فقط 120 غون أو ديروا 130 حسب الشخص اللي قدامكم. جلابه طاي كبيره، طاي ال لارج، هاد الجلابه هادي الكولون ديالها بهذا الشكل هذا، يعني كولون مجرب من 40 ل 40،
جوج جوج او واحد واحد، عندكم كامل الاختيار. نقلبوا للزواقه اللي باغين ندير هنا، انا درت هنايا 30 سنتيم ما يعادل 80 سطر. او دائما برقم 4 او 3.5 نقلب الزواقه ديالي وندير من هنا لهنا 65 سنتيم ما يعادل 300 سطر، بحيث اننا كل 6 نزيدو 1. ملي نوصلوا هنا نقصوا من هنا ناقص 8 ومن هنا ناقص 8، واذا كانت السيده غليظه نقصوا فقط ناقص 5 ناقص 5. ثم نطلعوا ب 20 سنتيم من هنا 20 سنتيم، من هنا لهنا غادي نطلعوا ب 20 سنتيم، ثم غادي نطلعوا برقم 4 هنا ان حوالي 10 سنتيم باش نديروا لاستيك ديالنا. كيف قلت لكم، فانا بالنسبه لهاد لي طاي هادو فتنخدم بهذه الطريقه، هذه نعبر من هنا لهنا. بالنسبه لهادو غادي ينفعوكم، اما هادو ف بالنسبه لهذه غتنفعكم مجربه كل 6 زائد 1، وتبقاو تعبروا حتى توصلوا لافوش. ضروري غادي تكونوا شادين القياس اللي قدامكم باش يجي الموديل طايح مزيان. ثم من هنا لهنا غادي تعبروا من الحزام للحوض اعرض منطقه، المنطقه العريضه، وهنا غادي تزيدوا القيمه اللي غادي ديروا فيها لاستيك او المطاط، وغادي يخرج لكم الموديل رائع ورائع جدا. هذا الشيء اللي عندي اليوم واللي حاولت انني نشاركه معكم. كنتمنى ان الشرح ديالي ينال الرضا ديالكم والاستحسان ديالكم وانكم تطبقوا هذا الشيء. فهذا الشيء مجرب يعني مرارا وتكرارا. هذا الشيء اللي كاين. الا بغيتوا تتواصلوا معايا عبر الجروب الفيسبوك فالرابط على صوره القناه. اي طلب ضعوه اسفل الفيديو، كونوا على يقين ان جميع التعليقات تنقراها وان جميع الطلبات تندونها فقط بالتتابع وحسب الوقت الله المستعان. الى ورشات قادمه ان شاء الله، غادي في القريب العاجل ان شاء الله غادي نديروا مونطو للبنيتات الصغار اللي ممكن نشريه انا. بالنسبه للقناه ديالي فانا باساب اللي تنخدمو هو باساب مشترك، يعني تندخل فيه الخياطه، تندخل فيه الثوب، تندخل فيه الجلد، تندخل فيه الجين، تندخل فيه اكسسوارات، يعني داخل هو في نطاق الخياطه والخياطه داخله في نطاق التريكو. وتنشارك معكم يعني المعرفه الشخصيه ديالي، وتنتمنى انكم تساندوني، والمسانده ديالكم هو نشر الفيديو، الاشتراك، كبس زر الجرس، داك الجرس الصغير تكيو عليه باش يوصلكم الجديد ديالي. والمشاهده ديالكم فهي المسانده ديالي وهي الاستمراريه للقناه ديالي الا كانت تعجبكم. قبلوا عليا الى ورشات قادمه ان شاء الله. لا تنسوني من صالح الدعاء، ولكم بالمثل وافضل. السلام عليكم.